حذر مدير شركة النفط في عدن ناصر حدور من أزمة قادمة للمشتقات النفطية ووقود الكهرباء نتيجة الإضراب الذي ينفذه عمال مصافي عدن. وقال حدور لقناة بلقيس إن مديونية الشركة لدى قطاعات الحكومة بلغت 150 مليار ريال، داعيا الحكومة إلى دفع مستحقات عمال المصافي وتفعيل الاستثمار في المناطق المحررة. حوالي أسبوع أو ونيف كان هناك إضراب لعمال المصافي، وهم يطالبون بمطالب حقوقية مثل رواتبهم المتأخرة وهكذا. وسعينا جاهدين بعد تكليفنا من قبل دولة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بالاطلاع وإيجاد الحلول المناسبة، باعتبار التزم دولة رئيس الوزراء بتوفير المبالغ، لكن نتيجة عدم توفر السيولة تأخر هذا الموضوع. أيضا من ضمن هذه الأمور أنه لا يوجد لدى الشركة يعني مخزون كافي من المواد النفطية، نحن نأخذ من التاجر كميات من هذه المشتقات ونقوم بتسويقها، لكن هناك تحديد الأسعار، لازلنا في حوار مع التاجر، لازلنا في الأمور هذه، لازلنا في متابعة إن شاء الله رواتب العاملين في المصافي. هم أخوتنا، لن نتركهم بدون رواتب، لن نتركهم هذا، سنعمل المستحيل وإن شاء الله تنفرج الأمور في هذا.